أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، سلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامجكم سيداتي سادتي الموعد اللي كيجي دائما وكيجيب معاه أفكار واقتراحات ومجموعة من النصائح. أملنا دائما أنها تكون كترضيكم والأهم تكون كتفيدكم. في أولى فقرتنا إن شاء الله اليوم غادي نقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة اللي كانت معنا في الحلقة الماضية، الحلقة ديال يوم الخميس. كنتمنى إن شاء الله كل الناس اللي كانوا طرحوا التساؤلات ديالهم يكونوا هما في الاستماع في الحلقة ديال اليوم باش نجاوبوا عليها إن شاء الله ويسمعوا الإجابات عليها. غادي نمروا لفقرتنا المواليه اللي هي فقره بريكولاج واللي فيها افكار واقتراحات كنتواصلوا بها يوميا من عند كل اوفياء البرنامج من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولانه اليوم هو يوم اثنين واول يوم في الاسبوع جرت العاده انه كنتواصلوا مع متوجه الشهر. متوجه شهر يوليوز للعام 2014 هي كبيره من مدينه اكادير. كبيره وعدتنا اليوم ان شاء الله بافكار واقتراحات تعطيه لنا غتكون سهلة فعالة اقتصادية وفي المتناول ديال كل واحد فينا. فان شاء الله بعض لحظات غادي نتواصلوا معها باش ناخدوا افكارها واقتراحاتها على الهواء مباشرة. ما تنسوش بعد ذلك باب التواصل غادي يكون مفتوح معكم، مرحبا بكل تساؤلاتكم بكل افكاركم واقتراحاتكم. وارقامنا دائما هي 05-22-46-72-50-51 او 05-22-43-00-09. ما تنسوش انه بامكانكم دائما تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080 فقط إلى كتبتوا كلمة ماد خليتوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم وعلاش لا بالفكرة أو الاقتراح اللي عندكم تفيدونا به للرقم 5080 وثم الأسماس هو 6 درهم تتسي. فاحنا قبل ما غادي نمروا الأولى فقرتنا غنخليكم مع أولى اختيار على مد غاديو الإذاعة القريبة منكم من جديد. مرحبا بكم أوفياء، أنا معنا في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. مباشرة غادي نمشيو لأولى فقرتنا باش غادي نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة، وغادي نبداو بأول سؤال ديال مريم من سيدي بوعثمان. في نفس الوقت غادي نجاوبوا على السؤال ديال سميرة من تارودانت، علاش؟ لأنه عندهم مشكل بزوج كيتعلق باللينوكس. فمريم كتسول على لافابو ديال لينوكس كيبقى مضبب ولو أنها كتغسلو كتمسحو شحال من مرة في النهار. فهنا مريم الوصفة أو الاقتراح اللي غنعطيوك ما غاديش يحتاج الجهد ووقت اللي هو بزاف، وما غاتحتاج تاجيش انه لافابو تبقاي في كل مره خصك تغسليه ولا تنظفيه. فيكفي انه مره واحده غتستعملي الخليط ديال الخميره مع الصابون البلدي. غتاخدي الخميره ديال الخبز، ماشي الخميره ديال الحلوه، الخميره ديال الخبز، كدوبيها في شويه ديال الماء كتخلطيها مع الصابون البلدي وكدهني هذا الخليط على داك لافابو، كتخليه تقريبا لمده ديال ساعه حتى لساعتين حتى كتشوفي انه الخليط نشف على هذاك لافابو. عاد من بعد كتاخدي واحد الحلفه اللي كتكون ما حرشاش بزاف، ماشي الحرفه ديك الحلفه ديال السلك، وانما غير ديك الحلفه ديال الاواني ولا ديال الماعن العاديه، وكتبداي كتحكي هذاك الخليط اللي انت عملتي على لافابو، من بعد كتشليه وكتنشفيه. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني اللي غنعطيه لك هو الغسول. فالماده اللي عرفناها طبعا من زمان وتورطناها وكانوا كيستعملوها الجدات وكاين اللي مازال كيستعملها، الغسول اللي كيستعمل للشعر، فغتاخدي واحد الكميه منه كتخلطيه كذلك مع شويه ديال الماء بحيث انه كيولي سائل شويه ماشي على شكل عجينه، كدهني على داك لافابو اللي هو مصنوع من لينوكس كتخليه حتى كينشف، ومن بعد كتحكي بنفس الطريقه غير واحد الحلفه اللي كتكون حرشه شويه، ماشي الحلفه ديال السلك غير العاديه باش كنوصلوا للماعن، ومن بعد كتشليه وكتنشفيه. اذا الاقتراح الاول عندك فيه الخميره ديال الخبز مع الصابون البلدي، كتاخدي الخميره كتذوبيها في شويه ديال الماء كتضيفي معها الصابون البلدي وكتدهني هذا الخليط على لافابو كتخليه حتى كينشف مزيان، عاد من بعد كتحكي بحلفه اللي هي ملونه كتشلي وكتنشفي. بالنسبه للاقتراح الثاني هو ديال الغسول، كذلك كتاخذيه كيكون اما على شكل يعني حجيرات اللي كيكونوا صغار بعد مرات كيكون يعني مدقوق او على شكل مسحوق، المهم انه كنخلطوه مع شويه ديال الماء كيكون على شكل سائل ماشي على شكل عجينه، وكندهنوا به لافابو كنخليوه حتى كينشف باش كنعرفوا راه نشف. كيبداو يلاحظوا السيدات دوك التشققات كيبداو كيبانوا، فهذاك الوقت كنستعملوا الحلفه الملونه مع شويه ديال الماء كنحكوا كنشلو من بعد كنشفوا، وغتشوفي انه لافابو ديال لينوكس كيرجع كيشعل فيه النقاوه اللي انت بغيتي. غادي نمشيو نجاوبوا على سؤال ديال سميره من تارودانت. هي كان عندها المشكل سميره المقراج اللي هو مصنوع من لينوكس، اشنو وقع؟ قالت انها عملت المقراج فوق البوطه وفي المقراج لتحت ديالو واحد طريف ديال الخبز تحرق لما عملته فوق البوطه لانها ما رداتش البال. فهنا سميره اول حل غادي نعطيه لك هو الحل اللي كنا عطيناه لمريم اللي هو ديال الغسول. الغسول كتخلطيه مع شويه ديال الماء وكتحكي بهذا الخليط داك المكان اللي عندك محروق في المقراج ديال لينوكس. بالنسبه للاقتراح الثاني غادي تحتاجي لواحد الصبيعات ديال الطباشير، الطباشير الابيض، ما فيها باس انه تحكي غير في الحكاكه ديال اليد، ما تحتاجيش مثلا انك تطحنيه ولا تدقيه في المهراس، غير ديك الحكاكه اليدويه كتحكي الطباشير الابيض كتضيف
تضيفي معاه ملعقه كبيره من المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم وكتضيفي عليهم شويه ديال الماء، وهذا الخليط هو اللي كتستعمليه في الحكان ديال المكان اللي عندك محروق في المقراج ديال لينوكس. كنتمنى ان شاء الله سميره تجربي هذا الحل وتقولي لنا شنو كانت النتيجه. سميره من تارودانت كان عندها سؤال ثاني هو متعلق بالستيلو في الحيط، لحسن الحظ انه عندها الصباغه ديال الزيت، فهنا غنعطيوك اول اقتراح اللي جربوه بزاف ديال السيدات وقالوا عطى نتيجه وفعاله، وربما الاوفياء البرنامج كيشوفوا دائما لما كيكون عندنا مشكل ديال الستيلو اما في الحوايج اولا في الحيط كننصحوا بالمعجون ديال الاسنان، خصوصا اللي كيكون اللون ديالو ابيض، فكناخذوا واحد الكميه منه اللي غتقدنا ولا غتكفانا باش غادي ندهنوا على داك المكان اللي هو فيه الستيلو، كنخليوه شويه حتى كينشف ومن بعد كنرجعوا كنحكوا اما بالحلفه اولا بشي فرشاه قديمه ديال الاسنان اللي مابقيناش كنستعملوها، ممكن نخليوها غير لهذا الغرض. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني واللي انا كنضمنوا ليك واللي هو فعال مثبت الشعر لالاك، بزاف ديال السيدات كيعرفوا انه في المناسبات سواء مثلا الاعراس ولا الخطوب بزاف ديال الناس عاملين البرنامج من بعد شهر رمضان الكريم، فلالاك اللي كيكون كنشوفوه في الصالون ديال الحلاقه ولا كنشوفوه عند الناس اللي هما مختصين في بيع المواد ديال المكياج كنلقاو داك المثبت ديال الشعر، فهو الشكل ديالو كيكون عامل بحال ديودورون، هو على شكل رشاش، فغتاخذيه وكترشيه على داك المكان اللي عندك فيه السيلو في الحيط مباشره، لما كتخليه غير واحد دقيقه حتى لزوج حتى لثلاثه ديال الدقائق غتبداي تشوفي انه داك السيلو كيولي على شكل سائل على شكل دميعات هابطين مع الحيط، وفي ديك الساعه غتمسحي وما غيبقاش الاثار ديال السيلو نهائيا. اذا السيلو في الحيط الحل الفعال هو المثبت ديال الشعر اولا لالاك اللي كيعملوه السيدات للشعر ديالهم لما كيعملوا شي تسريحه وكيبغيوها تبقى واحد المده اللي هي طويله، فممكن ناخذوا غير ديك القرعه الصغيره ونخليوها عندنا في الدار اللي كانوا عندنا وليدات ودائما بالشقاوه ديالهم كيكتبوا بالستيلو في الحيط. نمشيو هذه المره باش نجاوبوا على السؤال ديال رشيده من مراكش. رشيده كانت تواصلت معنا وقالت انها محرجه تطرح السؤال ديالها في البرنامج، وكان هذا يعني كنقول ما عندك علاش تحرجي رشيده لانه مشكل ممكن كلنا نوقعوا فيه. قالت عندنا المشكل ديال الفار في الدار رغم انها نقيه بزاف يعني دائما كتجفف الدار وكتنقيها ولكن تخليها الفار من الزنقه وما عرفاتش كيفاش تتصرف. فهنا رشيده غنقول اول حاجه حدي راسك غير من داك الخوف، كنعرفوا السيده لما كيكون عندها فار في الدار فهذيك الخلعه بوحدها كتكفي غتخليها ما تعرفش نهائيا انها تتصرف. فلذلك رشيده حنا غادي ننصحوك اول حاجه بليبزار، ولكن ليبزار كيكون مطحون ماشي ليبزار حبوب، لانه جربوا بزاف ديال السيدات ليبزار حبوب وما عطاش النتيجه، وانما ليبزار يكون يلاه مطحون يعني ديك الرائحه ديالو مازال قويه ومجهده. كنعرفوا انه الفئران الطريقه وهي غدا دائما الفم والانف ديالها في الارض، فمباشره لما كتستنشق هذيك الرائحه ديال ليبزار ما كتبغيهاش وكتهرب من داك المكان ما كتبقاش فيه وما كتعاودش ترجع ليه نهائيا. اذا الحل هو ليبزار اللي كيكون يابس في الاول كنطحنوا حاجتنا انه يكون هكذاك مازال طري ومطحون، في نفس الوقت كناخذوه وكنعملوا داك المسحوق ديال ليبزار في الاماكن كلها اللي عندنا في الدار واللي كنشكوا انه داك الفار كيدوز منها اولا عامل واحد المخبأ اولا مسكن تما. كاين كذلك اقتراح ثاني هو الوريقات ديال البابونج، فكتاخذي داك البابونج وكتعمليه في واحد السره اولا في واحد الكموسه وكتعلقيه في داك المكان اللي كتشكي انه الفار كيدخل منه. اذا هما زوج ديال الاقتراحات، جربي واحد اللي هو غيكون موالمك وسهل وفي المتناول بالنسبه لك رشيده، وكنتمنى ان شاء الله ترجعي تواصلي معنا وتقولي لنا انه المشكل ما بقاش عندك نهائيا. حنا غادي نمروا هذه المره مباشره لفقرتنا المواليه اللي هي فقره بريكولاج، واليوم غادي نبداو باول اقتراح ديال رشيده. رشيده اقتراحها اليوم الاول كتقول نصيحتي لكم بخصوص التنظيف ديال الحمام، خصوصا الكرسي اولا البلاصه اللي كناخذوا فيها الدوش ديالنا باش كننزلوا منه الاوساخ وما كنخلوش فيه الترسبات نهائيا، ما فيها باس مره كنرميو في هذا المكان زوج حتى ثلاثه ديال الحبات ديال ماده الاسبيرين باش كتذوب في ذاك الماء وكنخليوها المده ديال ليله كامله، وفي الصباح كنحكو مزيان، فغتقول غادي تشوفوا النتيجه وغادي تتفاجئوا منها لانه كترجع النقاوه للحمام او للدوش ديالكم. اذا سواء الكرسي ديال الحمام او لا المكان اللي كناخذوا فيه الدوش ديالنا مره خصوصا هذه العمليه كنعملوها في الليل لما كيكون كلشي غادي ينعس، فاحنا غادي ناخذوا زوج حتى ثلاثه ديال الحبات ديال الاسبيرين وكنرميوهم في ذاك المكان، مثلا الكرسي ديال الحمام في الداخل هو اصلا كيكون فيه الماء ما غنحتاجوش نعملوا معاه الماء، والبلاصه اللي كناخذوا فيها الدوش ديالنا كذلك واحد حبه حتى لزوج حتى ثلاثه على حسب المساحه واش كبيره ولا صغيره، كنخلطوها بشويه ديال الماء وكنرميوها وكنخليوها المده ديال الليله كامله، وفي الصباح عاد كنحكو داك المكان باش كنرجعوا ليه النقاوه ديالو. كتقول رشيده غادي نمشيو لاقتراح ثاني مع رشيده اليوم، كتقول كنسمع بزاف ديال السيدات في البرنامج كيتشكاو لما كياخذوا الطاجين ما كيبقاش عندهم مده طويله، واما كيتشقق في الغالب يعني ما كيوصلش للدرجه حتى انه كيتهرس، وانما كيتشقق وما كيبقاش صالح لان السيده طيب فيه مره اخرى. باش كتنصحنا رشيده اليوم كتقول ما فيها باس في كل مره كناخذوا ولا كنشرو فيها طاجين كنشرو معاه
الاكس في حد ديال الحديد او هذيك الحديده اللي كنعملوها كتكون اما دائريه او لا على شكل مربع حسب الحجم ديال الطاجين كذلك واش هو صغير او لا كبير. فكتقول راه كتباع عندك الباعه اللي هو مختصين في بيع المواد ديال الطين والطواجن. وكتقول لما لقيتوهاش كاين حل اخر ممكن اننا نستعملو يعني ذاك العلبه ديال الحليب اللي كتكون بشكل دائري كناخذو ذاك القاع ديالها بعد ما كان يعني كنحلوه او لا كنهرسوه باش كناخذو غير ذاك الشكيل ديالها اللي كيكون على شكل صفيحه ديال الحديد وكنبداو كنحطوه هو الاول اما فوق البوطه ولا فوق المجمر عاد كنحطو الطاجين. فهذه الطريقه كتقول رشيده راها مضمونه وكتخلي انه الطاجين كيبقى عندنا مده طويله وما كيتشققش نهائيا. علاش؟ لانه ديك الصفيحه ديال الحديد كتوزع الحراره بشكل اللي هو متوازن على الطاجين كله وهكذا الحراره ولا العافيه ما كتبقاش غير بلاصه وحده في الطاجين مثلا غير في جهه وحده وبالتالي غادي نشوفوا انه مع المده كيتشقق وما كيبقاش عندنا. اذا اما كناخذوا ديك الصفيحه ولا ديك الحديده اللي كتباع عند الناس اللي كيبيعوا الطواجن ما لقيناهاش العلبه ديال الحليب اللي كتكون كبيره داك المسحوق ديال الحليب بعد ما كيتقاضى ديك العلبه قبل ما كنرميوها كناخذوا ديك الحديده اللي كتكون في التحت يعني في القعر ديال هذيك العلبه كناخذوها وكنخليوها لهذا الغرض فين ما كنبغيو نطيبوا على الطاجين كنحطوها اما فوق المجمر او لا فوق البوطه. شكرا لك رشيده. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ام يوسف. ام يوسف كتقول انا راه كتوقع لي بزاف ديال المرات ومتاكده كل الناس اللي كياخذوا معاهم دوك الزربيات الصغار او لا سجادات ديال الصلاه لما كتكون الزربيه بلون واحد اشنو كيوقع؟ في كل مره كنجيو نصليو على الصلايه ما كنعرفوش البلاصه اللي كنحطوا عليها الجبهه ديالنا والبلاصه ديال الرجلين. باش كتنصحنا ام يوسف كتقول الحل هو كنخيطوا واحد اما عقده كبيره ولا شكل ديال شوشه مثلا اللي كنعملوا في الجلابه ولا كنخيطوها في البلاصه ديال الرجلين ماشي في البلاصه اللي كنحطوا عليها الجبهه ديالنا لانه كاين بعض الناس لاي حاجه كتكون في الزربيه غير شي زواقه ولا شي حاجه زايده ما كتخليهمش يتخشعوا ويركزوا في الصلاه ديالهم. فهي كتنصحنا انه من الاحسن نخيطوها في البلاصه اللي كنوضعوا ولا كنحطوا عليها الرجلين ديالنا وهكذا في كل مره كنديو معنا ولا كنجبدوا هذيك الزربيه ديال الصلاه باش نصليو عليها كنكونوا عارفين المكان اللي حنا كنحطوا عليه الرجلين ديالنا والمكان اللي كنحطوا فيه الجبهه ديالنا. كتقول جربوها ما غتندموش نهائيا راه غتنفعكم بزاف. شكرا لك ام يوسف باينه كتوقع لك بزاف ديال المرات. نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند المستمعه الكريمه اللي هي خديجه. خديجه كتنصحنا اليوم وطبعا بغيت نقول لخديجه مرحبا بك معنا من جديد لانه كانت غيبه وكانت ظروف ربما اللي خلاتها ما بقاش كتواصل معنا ولكن رجعت لينا من جديد وكتقول توحشتكم بزاف ومن اليوم غنبدا نشارك معكم من جديد كل افكاري وكل اقتراحاتي وكنستسمح لانه كنت غبت عليكم لمده. مرحبا بك خديجه في اي وقت انت وكل اوفياء ديال برنامج فين ما يعني رجعتوا في كل وقت رجعتوا مرحبا بكم دائما مرحب بكل افكاركم بكل نصائحكم وبكل اقتراحاتكم. خديجه كتقول انا اليوم النصيحه اللي بغيت نعطيكم هو بالنسبه للمقله ديال البغرير اولا الكخيب. بزاف ديال السيدات كيلاحظوا انه المقله ديال البغرير اولا الكخيب مع المده ما كتبقاش مسطحه ما كتبقاش واخده الشكل ديالها كتولي بحال مقعره شويه. هذا هو التعبير اللي كنسمع من عند بزاف ديال السيدات. كتقول علاش خديجه اكتشفت انه المشكل ديال هذه المقله هو السيده لما كطيب فيها البغرير اولا الكخيب مباشره كتغسلها في الماء بارد اولا كتحطها في الارض وبالتالي المقله ما كتبقاش مسطحه وما كتبقاش في الشكل ديالها اللي كان هو الاول. فباش كتنصحنا خديجه كتقول ما فيها باس لما كنساليو الطياب ديال البغرير اولا الكخيب كنخليو ديك المقله حتى كتبرد على خاطرها عاد كنغسلوها بالماء بارد. هذا الامر كيضمن لكم ان المقله كتبقى في الشكل ديالها وما كتقعرش نهائيا. شكرا لك خديجه وتحيه لكل السيدات ودائما كنقول انه كلمه شكر قليله في حقكم بزاف على كل افكاركم وكل اقتراحاتكم اللي دائما كتشاركوها وكتقاسموها معنا. حنا لقائنا مازال نتواصل معكم بعد لحظات ما تنساوش موعدنا مع متوجه الشهر. ومتوجه شهر يوليوز للعام 2014 هي كبيره من مدينه اكادير اليوم ان شاء الله وعدتنا بافكار واقتراحات سهله وبسيطه والاهم انها فعاله. قبل ما غادي نتواصلوا مع كبيره غادي نمشيو نتوقفوا مع ثاني اختيارات نغني من عالم غديو الاذاعه القريبه منكم. رجعنا باش نوصلوا باقي الفقرات في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. كيف ما جرات عاده يوم الاثنين كنتواصلوا مع متوجه الشهر باش كتفيدنا بافكارها واقتراحاتها. وكنذكركم انه متوجه شهر يوليوز للعام 2014 هي كبيره من مدينه اكادير وهي معنا على الخط. اهلا بك كبيره. الو السلام عليكم اختي عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال كبيره؟ الحمد لله ربي يخليك. الحمد لله. كيف انا؟ الحمد لله بألف خير. كيف عامله مع رمضان؟ الحمد لله
الحمد لله كلشي بخير. الحمد لله بألف خير كبيرة. أهلا وسهلا بك وهي فرصة باش نشكرك كبيرة وما يفوتنيش أنه كل الاقتراحات وكل الأفكار ديالك اللي كتفيد هنا بها في البرنامج كتمشي كذلك الصفحة وكتوضعيها في الصفحة ديال البرنامج باش المستمعات الكريمات والسيدات اللي فاتوهم كيلقوهم يعني درجتيهم في الصفحة. فكنشكرك بزاف على هذا الأمر كبيرة. شكرا لك. العفو أختي عفاف. وحتى هي قبل ما ندير اقتراحات مرحبا توجه التحية الخاصة للزوج ديالي وعائلته والوالدة والوالد ونعيمة وبشرة عبد الكريم مصطفى وتحية لأنس وأحمد توريري ومصطفى محمد ومباركة أقليم. شكرا لك كبيرة. نعم وسمحي لي كذلك أنا نحيي الزوج ديالك لأنه مشجعك على أنك تواصلي معنا وتفيدينا بأفكارك واقتراحاتك. فشكرا لي وتحية لي لك في الاستماع. شكرا بارك الله فيك. مرحبا كبيرة. نبدأ بأول اقتراح. أول اقتراح إيه اللي بغات تحيد الريحة من الصباغ عندها في الدار كدير واحد بلاستيكة ولا مهم علبة دير فيها واحد شوية ديال الحليب وطريف ديال الخبز في كل غرفة. نعم إذا الحليب مع طريف ديال الخبز نعم. كل غرفة ديرهم في علبة. نعم فهما كيمتصوا هذيك الرائحة ديال الصباغ وما كتبقاش عندنا في الدار. ما كتبقاش نهائيا. نعم نمشيو لثاني اقتراحة كبيرة. كان اقتراح كنعرفوا ان ضروري شلاضة عندنا وخصوصا بعد المرات تكون شلاضة فيها البصلة وتتبقى الريحة ديال البصلة في الفم ديالنا باش نحيدوها كناخذوا غير عويدات ديال المعدنوس وكنمضغوهم عاد تحيد الريحة ما تتبقاش في الفم. نعم تبارك الله عليك كبيرة. شنو هو ثالث اقتراح؟ ثالث اقتراح هو باش العجينه بزاف ديال السيدات ما تصدقش لهم العجينه واخا يبقى يدلكوا فيها حتى الصباح باش تخرج لهم العجينه مزيانه و المهم كنعجنوا العجينه عاديه كما كنعجنوها ديما غير ما تندلكوهاش تنخلوها حتى تخمر في القصريه نخلوها حتى تخمر عاد تنديروا لها عاد تنرجعوا لها وتنديروا لها واحد الدلكه خفيفه وتنكركبوها تنقرصوها عادي حتى الخميره دغيا تتخمر. نعم اذا كيف ما قلتي غير كيكفي كنجمعوا هذيك العجينه من بعد ما كنخلطوا دوك المكونات اللي عملنا كامله وكنخليوها في ديك القصعه ولا في ديك القصريه حتى كتخمر شويه عاد كنرجعوا ندلكوا هاد الدلكه خفيفه كيف ما قلتي وكنصيبوا الخبز. تبارك الله عليك كبيره. شنو هو رابع اقتراح؟ ربع اقتراح بعد المرات نعم بعد المرات تنشري الحوايج وخصوصا اللي فيهم الالوان مرات حمار خضار ودابا تنخافوا نصبنهم باش ما يكشفوش لينا. نعم وكنخافوا حتى دوك اللوينات يطلقوا في بعضياتهم. ايه بالنسبه باش ما الحوايج يدبغوا تنديروا معاهم ولا يكشفوا تنديروا معاهم واحد المعلقه ديال البزار ومن بعد تنصبنهم عادي حتى البزار تيثبت الالوان ما تخليهاش تطلق. تبارك الله عليك. هذا البزار مطحون؟ ايه ملعقه صغيره ديال البزار. ملعقه صغيره ديال البزار كنعملوها مع الحوايج لما كنبغيو نصبنوهم سواء كان صابون بليد ولا حتى في الماكينه كبيره ماشي مشكل. ماشي مشكل. نعم المهم من الاحسن كاع بلاش الماكينه حيت ما جربتيش انا في الماكينه. جربتي في الصابون بليد واخا تبارك الله عليك. اذا هذه جديده عرفناها معاك اليوم كبيره. حتى الابزار كيف ما قلتي ملعقه صغيره كنعملوها مع الحوايج اللي فيهم الوان باش ما كيطلقوش في بعضياتهم وكنحافظوا حتى دوك الالوان يبقاو كيف ما هما وما كيكشفوش نهائيا. ملعقه صغيره ديال الابزار كنضيفوها لما كنبغوا نصبنوهم. تبارك الله عليك. عطينا خامس اقتراح. شنو هو كبيره؟ اقتراح نخلو في البزار بالنسبه اللي عندهم النمل اللي عندهم النمل في الدار ماذا يتحاوش مع البزار غير البلاصه فين تيخرج النمل غادي ترش البزار ما تيبقاش نهائيا. نعم اذا بالنسبه للنمل كذلك كنستعملوا الابزار كيف ما قلتي. هي عموما النمل يعني هذه تنقول للسيدات يعني مجربه انا جربت شحال من حاجه فالروائح القويه والمجهده كلها كتهرب النمل سواء كانت القهوه المره مطحونه سواء كان الابزار اللي هو مطحون البابون حتى الحبق الا خديناه هكذاك وقطعناه ويعني عملناه في الاماكن اللي كيمر منهم النمل ما كيبقاش نهائيا. كل الروائح اللي كتكون قويه ومجهده كتهرب النمل ما كيبقاش عندنا في الدار. تبارك الله عليك كبيره. مشيو لاخر اقتراح في الحلقه ديال اليوم. شنو هو؟ بالنسبه اللي بغات طيب الروز ما كتعرفش القياس ديال الماء وبعد المرات تيجيها معجن. نعم تدير زلافه ديال الروز وتدير الدبل ديالها ديال الماء بحال زلافه ديال الروز تدير جوج ديال الماء اييه
ولا ضعفة الرز ضعف الكمية ديال الماء. ديال الماء، تبارك الله عليك. إذا كل زلافة ديال الرز كنعملوا معاها جوج زلايف ديال الماء. إيه ومن بعد كنديروها في الكوكوت، كنديروها فوق البوطة، من بعد ما تتصفر الصفارة غير واحد دقيقة ولا ما كاملهاش كاع، غير تصفر واحد شوية ونطفو ليها ونخلوها حتى تبرد. راه ملي كتحلي الكوكوت غادي تلقاي الرز ديالك كل حبة بوحدها وطيب ولذيد. تبارك الله عليك كبير، الله يخطيك علينا ان شاء الله. تبقاي دائما كتواصلي معنا في الصفحة ديال البرنامج. بارك الله فيك. غير قبل ما تسد الكوكوت دير التوابل ودير الملحه، حيت ما يمكنش تحرك حتى يجي قياسه في كل شيء. نعم، تبارك الله عليك كبيره، وشكرا لك مره اخرى. شكرا لك كبيره. موعدنا معك ان شاء الله غادي يكون يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. نحاولوا انه نتواصلوا معك وتفيدينا بكل افكارك وبكل اقتراحاتك ان شاء الله. هذه اللي ما كانش برمجه خاصه بطبيعه الحال، بعيد الفطر السعيد ان شاء الله. وكنتمنوا من كل الاوفياء ديال ميد غاديو كل الامه العربيه الاسلاميه ان شاء الله كل عام وهما ألف ألف خير. مرحبا بتواصلكم معنا اليوم أو في أنو أرقمنا دائما راه الإشارة 05-22-46-50-51-52 أو 05-22-43-00-09. كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. كيكفي أنكم كتكتبوا كلمات ماد، كتخلوا فراغ صغير وكتبعتوا بأسئلتكم علاش لا، بأفكاركم واقتراحاتكم كلها لهذا الرقم. غادي نمشوا هذه المرة نتواصلوا مع عائشة على الخط من مدينة الدار البيضاء. أهلا بك عائشة. ألو، السلام عليكم. لا كبيرة. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يطول لنا عمرك. الله يبارك فيك. عندي واحد شي اقتراحات. تبارك الله عليك عائشة. نبداو بأول اقتراح، شنو هو؟ إن شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا إن شاء الله إلا بغينا ندير، حيت بعض المرات كنخرجوا الحلوة من الفران. أييه. عاد كنبغيو نديروا فيها السيرو، نديروا في هذاك اللوزي فيلي. أييه. باش يكون فيه واحد القرمشة. أييه. تندوزوه من السيرو. كنفرشوا واحد البابي سوفريزي كندخلوه الفران حتى يولي بحال لحم، اللون ديالو ذهبي. واخا. عاد نقدروا نلصقوا في الحلوه باش ملي بنادم كياكل الحلوه كتكون في هذيك القرمشه. ايه. وما كيبردش دغيا داك اللوزي فيلي اللي درتي على الحلوه خطر هكاك. مع المده ما تيبقى فيه حتى الشيكو. اذا كندخلوه شويه الفران عاد في ديك الساعه كنستعملوه. واخا. كنخربوه شويه ديال السيرو. ايه. باش كيجي فيه زي يجي داك اللون وكيجي بحال الكراميليز كيجي زوين. ايه. وعندنا لالا الا بغيناه دابا كنصايبو ثاني غريبه، حتى بغينا ندهنو يدينا بالماء دوك اللي الغريبه اللي كانت هكاك تند في السكر كلاصي. ايه. بلا ما نديرو لها الماء الزهر، نديرو غير في الماء. غير الماء باش تبقى قابطه داك الفوربه ديالها وتبقى قابطه داك السكر كلاصي. نعم، اذا ما نحتاجوش نعملو فيها الماء الزهر، غير الماء عادي. الماء عادي حيت الماء الزهر الطهيه كديري فيها كيشرب لك داك السكر وتبقى ناشفه من الفوق. واخا. وعندنا لالا هاد اللي بحال دابا اللي ما عندوش لي في خوي كونفيات هاد الفوق دابا كنشدو دابا بحال الفريز وداك الشيء كنقطعو طريفات. واخا. نفرشو فوق البابي سلفريزي كنرشو بالسنيده، تنفرش ليه سنيده وكنغطيو بالسنيده. كندخلو حتى تنشف عليه ديك السنيده. نعم. كنخرجو تيبرد ونقطعوه، راه كيولي بحال في اي فخوي، يا فريز يا اناناس يا بنان، كلشي تيشد داك لافورم ديالو كتولي بحال لي فروي كونفي. كتقدري ديرو فوق الحلوه، كتقدري تخليهم هكا. تبارك الله عليك. نعم، لانك كتعسليهم لما كتسميهم السكر سنيده. كيجيو معسلين وناشفين. اييه تبارك الله عليك. كتولي ديري اللي بغيتي بهم ديك الساعه. عندي واحد الاقتراح اخر، دابا بحال اللي كيقال السيده هاد الضيفه، هاد البقالي ديال البغرير وداك الشيء. نعم. انا ما كنغسلهمش شخصيا، هي كنمسحهم ودير لهم دي كيس ديال الثوب هكايا، كنخشي فيها البقله كتبقى نقيه واخا تبقى شحال وكتبقى ما بلا ما توصل كاع الماء. بالفعل. وحنا راه كنشوفوا تبارك الله عليك، بالفعل كنشوفوا لما كنطيبوا البغرير ولا الكخيب راه المقله كتبقى نقيه. كتبقى نقيه ناشفه بلا ما ندوزها كاع في لا فما لا في والو. نعم. كتبقى مزيانه. والحلوه الا بغينا نحتفظوا عليها كنزنطوها في شي بواطه بالميكات مزيان، كنديروا معها واحد اما طريف السكر اما التفاحه. اذا اما تفاحه ولا طريف ديال السكر. اي طريف السكر حيت كيمص داك كيمص مزيان داك الرطوبه كتبقى الحلوه ديالنا وقت ما بغينا كنلقاوها. حيت الناس ديال زمان شحال هادي ما كانوا كيديروش الحلوه في الكونجيلاتور، وكيحطها في الطيل ولا هذا كتبقى مزيانه. اذا غير طريف ديال السكر اولا تفاحه. اييه تبقى مزيانه. واخا. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك عائشه. وبشر مباركه علينا وعليك ان شاء الله. شكرا لك عائشه، توصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء وفتينا بربعه ديال الاقتراحات كلها تبارك الله عليك. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع وفاء معنا على الخط من مدينه خريبقه. مرحبا بك وفاء. مرحبا بك اختي مبروك على الشهر. علينا وعليك ان شاء الله. مرحبا بنزير خريبقه. بارك الله فيك. شفتي عندي خواني في الاورغانزا في حل النيل وكريستال. اييه. ملي كنصبرهم تيبقوا لي حرشين. شي حاجه اختي باش يبقاو يجريو وداك الشيء الله يكثر. واخا نجاوبك ان شاء الله وفاء. العفو. العفو. شكرا لك وفاء، كنتي معنا من خريبقه. نمشيو هذه المره للداخله باش نتواصلوا مع ام هاني. مرحبا بك ام هاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بركة علينا وعليك أم هاني. كنت قلت لك عليك الخطاب وما جاوبتينيش. كنا السؤال ديال كان المصممات الأزياء خديجة الحجوجي أم هاني. أيه. نعم وراه كنا ذكرني الا سمحتي ام هاني باش نذكر بها باش ما يبقاوش المستمعين الكرام يعاتبونا. فاللي كان وقع انه مصممة الازياء خديجة الحجوجي كانت غابت علينا واحد الاسبوع فوقع تراكم ديال الاسئله، فهي حضرت معنا الاسبوع الماضي جاوبنا على جزء من الاسئله والجزء الباقي ان شاء الله في الحلقه ديال يوم الاربعاء. هذا وعد مني. واخا غير تكشيطه ديال الشبكه في بلون كاسي. بلون كاسي وانا لوني ديالي قمح كما كتقول مسمر ما فيه. وبغيت نعاودها مع فتوحه من الجناب ونعاودها هي وهذاك الشيء الله يكثر. واخا وشي وصفه للمستمعه يعطوني بها هي كطيب بزاف الفران وبحرض. نعم ام هاني كطيبي بزاف الفران. شي وصفه الكبير اللي يدير الله يرحمك. واخا نجاوبك ان شاء الله ام هاني. شكرا. نعم كنت كشيطه في شهر واحد عافاك الله يكثر. نعم ام هاني. كنت كشيطه في شهر واحد في الحنك ديالي وبقى راقد عليا هذوك الاسئله اللي أم هاني شوف غير خليك في مكان واحد لأنه الصوت ديالك يوصلنا مقطع. خليك في مكان واحد وتكلمي معنا. نعم. طيب شنو سؤال قلتي أنك عملتي تكشيطة في شهر واحد؟ وبقى الحنك ديالي اختراقد عليا بقى الحنك بقى نحسي ما راهي معيت ولدت بلاصتها كلشي بقى راقد عليا بغيت شي وصفة باش تسرح عليا. شنو هذا؟ الحنك ديالي. الحنك ديالي. وبقى راقد عليا السنان كلشي باقي راقدين عليا والحنك واحد النص واحد النص. نعم غير ام هاني غنصحك لانه هذا تخصص ديال الطبيب فانا كنتمنى ان شاء الله تشوفي اقرب. نعم نعم ما خليت ليا بقيت نبغي غنصحك وخدت لي رياضه ما نعم ربما بالفعل نعم بالفعل ام هاني ربما في هذه الحالات كنحتاجوا حتى للترويض الطبي، يعني غتشوفي هنا الراي ديال الطبيب هو اللي غادي يقدر يفيدك اكثر في هذه المساله. حنا التخصص ديالنا كل ما عنده علاقه بالموضه بالديكور بافكار واقتراحات ديال الدار. يا ام هاني النصائح الطبيه كتكون من خلال برنامج صحه وسلامه في الموعد ديال شهر رمضان كيكون معكم من 10 ل 11. وعد مني ان شاء الله في احدى الحلقات علاش لا نتكلموا على هذا الموضوع. ربما بعض الناس اللي كيوقع لهم التواءات على مستوى بعض الاعصاب اللي كتكون عندهم فان شاء الله نخصصوا حلقه علاش لا ونتكلموا على هذا الامر، نتكلموا على الطرق ديال العلاج وشنو الطرق ديال الوقايه كذلك. هذا واحد من ان شاء الله ام هاني غنبرمجوا حلقه ان شاء الله في برنامج صحه وسلامه. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع فرح من اليوسفيه معنا على الخط. اهلا بك فرح. دراسي عزيزه لبنتي. الحمد لله فرح محربه بالناس ديال اليوسفيه. بارك الله فيك والدي ثاني وشارك ليا كنشارك معاكم ان شاء الله ما تكونش الاخيره فرح. مرحبا بك. اختي عندي واحد الفراشه بالليموني وطار عليها قطرات ديال الجافيل، واش عنده الحل ولا ما عنديش الحل؟ فين جوك في الجهه التحتانيه في الجهه ديال الكمام فين بالضبط؟ كاني واحد النقطه عند الكتف والتحت اللور بزاف وفي مطيعات ماشي يعني ماشي طبعه كبيره غير مقيطات غير شيشات. واخا السؤال نعم غير لا ولكن سمحي لي خلينا في السؤال الاول فرح، الفراشه ديالك شنو الخدمه اللي عامله ليها؟ منبتاها ولا طريزات؟ شنو الخدمه اللي عامله؟ لا غير مخيطها خياطه عاديه. غير بالملاقيه؟ غير الملاقيه. عاديه. نعم واخا، شنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبه لواحد الماريو عندنا بالصفر طار عليه شي وسخ ما بغاش يحيد منه، وسخ في المجر ديالو ما بغاش يحيد من اليد ديالو ما بغاش يحيد منه ذاك الوسخ. واخا، نجاوبك ان شاء الله. السؤال الثالث اللي تحكي لي واخا بالنسبه للاخت ديالي بتخيط واحد الجلابه عندها 27 عام بتخيط واحد الجلابه وما عرفتش اين لون باش ديرها، عندها جلابه في الزرق مخيطه بالصفر وعندها جلابه بالخضر وبغات من عند الاخت الحجوجي شي لونات باش تخيطها. واخا هي مازال ما خداتش الثوب فرح الاخت ديالك مازال ما خدات الثوب؟ لا باش تاخذ توب على الذوق ديالكم. واخا ان شاء الله علاش لا فرح. شكرا لك تواصلتي معنا من اليوسفيه. الحلقات ديال اليوم الاربعاء ما تنساوش كتكون مرافقاني خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي باش كتجاوب على كل اسئلتكم اللي هي مرتبطه ومتعلقه بالموضه. الحلقات ديال اليوم ثلاثاء، الحلقه ديال غدا ان شاء الله غيكون حاضر معنا الخبير والمختص في الديكور سامي دنان باش كيجاوب على كل اسئلتكم اللي هي مرتبطه ومتعلقه بالديكور. نمشيو هذه المره نتواصل مع عائشه معنا على الخط من الصويره. مرحبا بك عائشه. الله يبارك فيك اختي عفاف كي دايره بخير وسهلا الحمد لله عائشه مبروكه علينا وعليك ان شاء الله. كيف عندكم الاجواء في مدينه الصويره؟ والله حبيبتي لا زوينه مبردين حنا غير من ناحيه البرد حدا راه في لاكلاص بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه بنيتي. عندي واحد اربع تاع الاقتراحات نقولها لكم مرحبا. واخا شنو هو الاقتراح؟ الحرق نتاع البكيات
أيه. كاين اللي ما تيبغيش ينصبي تيقول لك راه خايب موبير وداكشي بحال دابا تتجيبي تديري قرعه تاع عيتر وتاع الماء تتخوي فيها تتعمريها بالماء تتخوي فيها واحد ربعه ولا خمسه دوك تاع الصوشيه تاع الحرقوم وتتخلي حتى تتبات القرعه تتشوفي داكشي كله حبيبتي نزل لتحت وداك الماء الفوقاني هو باش تعودي تطيبي واخا تبارك الله عليك هذا حل لا حبيبتي وتشوفيني كي قال لك وغادي تشوفيني داك بحال شي تراب بحال شي حاجه تتلف لتحتي والماء تيبقى نقي داك اللي بنبها كاك المولوين تيبقى في الفوقي وهذاك باش طيبي عودي ديما اختنا خوات بحال هكا ديري ربعه ولا خمسه على حسب تلوي تيبغي بنادم يكون صفار كل واحد باش تيبغي يطيب ايه واخا تبارك الله عليك يا حبيبه الا عندك الحمص كثير وما قدرتي تجلسي تنقي فيه مع الصبيعه تيكونوا تيضر تشدي تتعمري تعمري شي فانيو تاع الحمص وتتصبي تديري في شي سكاتا تتصبي مزيان تجيبي الطبق ديالك وديك اللي تنشكو بها ديك تاع البلاستيك البلاستيك اللي تنشكو بها خيزو ولا الخيار ديك تاع البلاستيك الحكاكه الحكاكه بنيتي وتديري شو تديري نيت كثير في الطبق وتبدي تتفركي بها تبارك الله عليك تفركي تفركي حبيبتي تنشوفي وحق الله العظيم دغيه دغيه تهزي داك الشيء الطبق وتعاودي تردي طبق تهزي طبق دغيه واخا يكون عندك ستود الحمص تنشوي تنقي تبارك الله عليك هذا حل غيعجب بزاف ديال السيدات خصوصا اللي كيستعملوا كميات كثيره ديال الحمص كيف ما قلتي كتبقى السيده كتنقي ولا كتفسخ بالفعل بزاف باش ما يهرسوش نعم غادي مليته مليته حتى تيتفسخ بوحدو بالفعل ثاني اقتراح عاوتاني على الخبز كي قالت السيده اللي قبل مني ما تيجيهمش مزيان بزاف ما يخلوش تيخمر بزاف غير طلعوا ديك الخميره واحد شويه ولا شي في الفران تيزيد يخمر تيطلع تيولي هائل واخا رابع اقتراح اخر دوك الكروشيات اللي عندنا اللي تنديروا الديكور تاع الدار الكروشيات تاع النباط وداك التخربيق اللي تنقولوا حنايا ملي تبغي تصبن ماشي تصبن وين شاف عاد تصلحيه لا صلحيه هو ساذج وتشوفي بحال تيطبري تيجي زين حتى الا كان عندك كاع شي كروشيه صغيره وشتيها ما زادكش هي هذيك ديري لها غير مصلح وتطبري وتولي كبيره وتولي زوينه نعم تبارك الله عليك لاله عائشه على كل هاد الاقتراحات اللي عطيتينا اليوم شكرا لك الله يبارك فيك حبيبتي عواشركم مبروك ابنيتي وراكي عزيزه عليا بزاف والله انتم اعز مني طنعيتك وحق الله ابنيتي غير من قلبي وحق في ربي اللي تنفرح ومرحبا بك الحبيبه وعواشركم مبروك الله يرضي عليك ابنيتي يا رب امين على جميع ميد راديو شكرا ميد راديو يعز عليا وما وانتم اعز لاله عائشه شكرا لك علينا وعليك يا رب ان شاء الله شكرا لك لاله عائشه كنت معنا من الصويره غادي نمشيو هذه المره الاقتراح معنا من عند ام يوسف يلا وصلنا به كتقول نصيحتي اختي عفاف لكل السيدات اللي كيبقاو يتشكاو يا اما كيسولوا على انه الفران شراوه لاول مره وما عرفوش كيفاش يستعملوه قبل ما يطيبوا فيه اولا كتبقى السيده كتشكى انه الفران ولو كتغسلوه كتنظفوه شحال من مره ما كتلقاش ديك النقاوه اللي هي بقات باش كتنصحنا ام يوسف كتقول ما فيها باس ملي كننظفوا الفران اما بمواد اللي كتكون طبيعيه بحال الخال بحال عصير الحامض اولا بمواد اللي هي كيماويه دوك السوائل اللي هما خاصين بالتنظيف خاص ضروري ملي كنساليو التنظيف ديالو كنخليو الباب ديال الفران محلول واحد المده كافيه باش كينشف مزيان فكتقولي الا بقات فيه الماء غير واحد الكميه قليله غتلقاو واحد الرائحه في الفران وكانكم ما قربتوش ليه وما نظفتوش نهائيا اذا ملي كنسالو التنظيف ديال الفران ضروري كنخليو داك الباب محلول باش ديك التهويه كتنشف الفران وكتقول كذلك ما فيها باس كنحطو واحد الحامضه اللي كتكون مقسومه على زوج باش ملي كيسخن الفران كتعطي ديك الرائحه ديال الحامض وكيمتص كذلك الروائح اللي كنا طيبنا فيهم من قبل اولا بالنسبه للفران اللي كنستعملوه اول مره ربما هاد النصيحه غتنفع هاد السيدات بزاف لما كنشريو الفران اول مره قبل الاستعمال ديالو اولا قبل ما كنطيبو فيه كناخذوا واحد الحامضه كنقسموها على زوج وكنعملوها في الفران ومن الاحسن يكون هو سخون حتى كنسخنوا الفران مزيان كنطفيو عليه كندخلوا هذيك الحامضه مقسومه على زوج وكنسدوا الباب الفران وكنخليو دوك داك الحامض دوك الطريفات ديالو اولا دوك الانصاص ديال الحامض كيمتصوا كل الروائح اللي عندنا في الفران وهذه الطريقه كذلك نصيحتنا بها لكل السيدات وحنا مقبلين ان شاء الله على عيد الفطر المبارك الله يدخلوا بالصحه والسلامه على الجميع فبزاف ديال السيدات كيبغيو يحضروا الحلويات اش كتفاجئ السيده لما كتكون طيبات مثلا الدجاج او الحوت ما يمكنش ليها تستعمل الفران نهائيا لانها كتخاف ان دوك الحلويات اللي غادا تصايب وغتعذب عليهم وغتضيع الوقت كيمتصوا الرائحه ديال الفران فكتولي ديك المذاق ديال الحوت او ديال الدجاج حتى في الحلوه لما كناكلوها فممكن نعملوا هذا الحل انه لا طيبنا الحوت ولا الدجاج ولا اي حاجه اللي فيها رائحه قويه ولا مجهده في الفران قبل ما كنعملوا فيه اي عجينه او لا اي نوع ديال الحلوه قبل ما كنطيبوها كناخذوا حامضه كنقسموها على زوج كندخلوها الفران وهو سخون
الفرن، ولكن كنكونوا طافين عليه بطبيعه الحال باش ما كنحرقوش داك الحامض، وكنسدوا الباب ديال الفران وكنخليوه كيمتص كل الروائح اللي عندنا، عاد كنقدروا نستعملوه من بعد. شكرا لك ام يوسف على هذا الاقتراح، وتحيه لكل السيدات اللي دائما كيحرصوا على انهم يتواصلوا معنا ويفيدونا بكل افكارهم وبكل اقتراحاتهم. غدا ان شاء الله موعد جديد بمزيد من الافكار ومن الاقتراحات، وكنذكركم مره اخرى انه غدا غيكون حاضر معنا الخبير المختص في الديكور سامي دنان باش يجاوب على كل اسئلتكم اللي مرتبطه ومتعلقه بالديكور. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم صابر فندى، رافقني في الاخراج وسميحه كانت استقبال.